مشاهدينا المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء وسؤال الإدماج في المغرب هو الفقرة أو هو الموضوع اللي اختاريناه الفقرتنا بلسان المغاربة وضيفنا الأستاذ صبري الحوى الخبير في القانون الدولي والهجرة. أهلا وسهلا بك سيد. أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم. علينا وعليك سي الحو. بداية المغرب ومنذ سنوات طويلة وهو في طور التحول إلى بلد استقرار بالنسبة للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، كيف تعاملت المملكة المغربية مع هذا المعطى ومع تحدي إدماج هذه الفئة في المجتمع؟ نعم، لقد اتحدت في المغرب كل الصفات وكل الأوضاع، بحيث أنه كان بلدا مصدرا للمهاجرين، ثم انتقل في المرحلة الثانية إلى بلد العبور، وأصبح الآن بلد الاستقرار وبلد الإقامة. هذه الوضعيات الثلاث صحيح أنها جعلت المغرب يفكر في أنه في ضرورة هذه الوضعية الأخيرة بحيث تحول المغرب إلى بلد استقبال، جعلت من المغرب يفكر ليس فقط في تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين الذين تواجدوا بحكم الواقع وبحكم طموح هؤلاء من أجل الانتقال إلى أماكن أخرى وبخاصة إلى أوروبا. أصبح المغرب ملزما ليس بمقتضى التزاماته الدولية فحسب، بل أيضا بمقتضى سياسة خاصة به، بحيث أن المغرب اتخذ سياسة استثنائية، سياسة شجاعة، سياسة إنسانية وسياسة تضامنية مع المهاجرين من خارج. طيب سيد الحو، يعني استكمالا لهذه الفكرة وأعطي رقم على سبيل الاستئناس، عام 2018 وزارة الداخلية كشفت أن ما يقرب من 50,000 مهاجر تمت تسوية وضعيته القانونية، يعني 85% من مجموع الطلبات المقدمة و113 جنسية استفادت. وهناك نقطة قوة في هذه السياسة، سياسة الهجرة واللجوء، البعدان الإنساني والاجتماعي، كيف يتمظهر ذلك؟ يتمظهر هذا البعد الإنساني أولا من خلال كون موارد المغرب متواضعة، ويحاول المغرب أن يشارك هذه الموارد وهذه الإمكانيات ليس فقط مع مواطنيه بل حتى مع ضيوفه المهاجرين. وبالتالي إمكانية هذا المغرب التي هي متواضعة والتي تنعكس على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لم يستثني منها المغرب المهاجرين وهؤلاء الضيوف، بحيث أنه اتخذ إجراءات شجاعة، إجراءات من أجل إدماج هؤلاء المهاجرين سواء في سوق الشغل عن طريق منحهم رخص الإقامة والعمل، أو حتى من خلال تمكينهم من بعض الخدمات، بل كل الخدمات سواء في التعليم أو حتى ولوجهم إلى الخدمات الصحية. إذن المغرب يوفر للمهاجرين كافة الخدمات التي يوفرها لمواطنيه، وبالتالي فإنه يضمن لهم كل الحقوق وكل الحريات المفتوحة والمتاحة للمغاربة. سنستكمل نقاشنا معك أستاذ صبري الحو، أرجو أن تصلنا لاحقا بالصوت والصورة. نتابع قبل ذلك روبورتاج يحمل من الأفكار والمضامين ما سنغني به نقاشنا أكثر فأكثر، لنتابع. Je viens de la Guinée-Conakry. Voilà, c'est ma source.
أنا من غينيا كوناكري، كان عايش في المغرب منذ سنتين. خدمت في عدة شركات. كان أعتقد بأن هذه هي المؤسسة الثالثة اللي كان خدم فيها في المغرب. بصراحة الخدمة عجبتني بزاف مع الزملاء ديال العمل والأصدقاء ديالي. كاين تفاهم كبير، كاين نوع من المودة والحب. أنا فخور بالاشتغال ديالي هنا. الأمور في العمل كتمشي بشكل جيد. صراحة ما كانوش عندي مشاكل في الاندماج، وكنحمد الله على الظروف المواتية اللي كنعيشها كمواطن من غينيا. الحمد لله. تبغي الحون واصل، يعني شفنا هذا البورتري على هذا المهاجر طبعا المندمج تمام الاندماج من غينيا كوناكري. أود أن أسألك عن تفاعل فئات المجتمع مع هذا الحضور ومع الاستقرار، هل هناك ارتفاع لمنسوب الوعي بخصوص تقبل هذه الفئة وتيسير اندماجها، أم ما يزال هناك رفض ومقاومة في بعض الأوساط؟ أؤمن بل إنني لاحظت وعاينت أن ما يميز الشعب المغربي الخاصيات التي تجعل المغرب استثناء ويشهد بها الجميع أنه شعب الكرم وشعب الضيافة، بمعنى أن الشعب المغربي لم يكن بحاجة إلى تمرين من أجل القبول بهؤلاء، لم يكن يحتاج إلى وقت كبير، بل إن هذه الميزة الجينية لدى المغاربة جعلت المغاربة يقبلون بسرعة ويتعايشون مع هؤلاء الضيوف الجدد في المغرب، بل إنهم يحسنون التعامل معهم ولا يجدون صعوبة في التواصل، بدليل أن هؤلاء الذين حجوا إلى المغرب أو تواجدوا مع المغاربة من جنسيات متعددة ويتكلمون لغات متعددة ولم يجدوا صعوبة في طيب الاندماج وفي التواصل. سؤالي أستاذ صبري، هل يستقيم التعميم أم أنه يتعين القيام بالمزيد من المجهودات على مستوى التحسيس والتوعية حتى تنخرط مجموع فئات المجتمع في طبعا هذا التقبل، بالنظر إلى أنه بين الحين والآخر تطالعنا بعض الوقائع، بعض الحوادث، بعض ربما الأمور التي تقول بأن هناك بعض المقاومة في أوساط معينة؟ بطبيعة الحال دائما كل الشعوب وكل توجد هنالك حركية وتفاعل دؤوب، حتى في الأشياء هنالك حركية، وبالتالي قد توجد هنالك حالات معزولة من الاحتكاك أو تعبير من الرفض، خاصة من الذين يعيشون أوضاعا معينة ويتهمون هؤلاء المهاجرين أنهم تسببوا في تلك الحالة وفي تلك الوضعية، وهي نفس الأسباب ونفس العلل ونفس الحيتيات التي قد سمعناها في دول الغرب في إطار رفضهم للمهاجرين. ولكن يجب أن نعترف ونقر أن نسبة التسامح ونسبة تعايش المغاربة مع هؤلاء المهاجرين هي نسبة تربو وتنيف على المعدلات العالمية، بمعنى أن المغاربة لم يجدوا صعوبة بل إنهم قبلوا بهؤلاء الضيوف ويتعايشون معهم ويتقاسمون معهم حتى كل الموارد. واضح. وكل في كل يوم. سؤالي الأخير أستاذ صبري الحو، طبعا إذا لكل شيء إذا ما تم
نقصان. هناك تنويه، هناك إشادة بما بدله المغرب لا على مستوى الإطار التشريعي ولا أيضا السياسة العمومية من أجل إدماج هذه الفئة. اليوم ووفق التقييم المنجز، ما الذي يعوز تحقق الإدماج الكامل؟ ما هي مكامن النقص على مستوى الجهود المبذولة والتي يتعين الاشتغال عليها لاحقا حتى يفي المغرب بكل التزاماته في مجال الهجرة واللجوء؟ أعتقد أن ما يسري على المهاجرين يسري على كل المواطنين المغاربة، بحيث أن الدولة والمجتمع لم يحجب شيئا أو خدمة في مواجهة ولصالح هذه الفئات. إذا كانت الدولة في أمس الحاجة وهنالك دواعي من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة، فإن المهاجرين ينضوون وضمن هذه الفئات، بحيث أن هنالك ليس هنالك من فرق بين المواطنين والمهاجرين، سواء على مستوى التشريع والقوانين أو حتى على مستوى الإحساس والعواطف بين المواطنين وهؤلاء. ولكن يجب على الدولة، وهنالك دعوة من أجل الالتفات أكثر إلى عيش، إلى الظروف التي يعيش فيها هؤلاء، سواء على مستوى المسكن أو على مستوى المأكل أو على مستوى توفير على الأقل الحد الأدنى للعيش الكريم لتلك الفئات، بحيث أن هؤلاء في جميع الأحوال وفي نهاية المطاف يعتبرون سفراء للمغرب لدى أوطانهم ولدى عائلاتهم ولدى الشعوب الإفريقية. وهنالك حاجة للمغرب لأن ينقل هؤلاء صورة جيدة، شكرا جزيلا لك، صورة لائقة على المغرب. ولا أدل على ما تفضلتم به أن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء هم جزء من ورش الحماية الاجتماعية. شكرا جزيلا لك الأستاذ صبري الحوا، الخبير بالقانون الدولي والهجرة.